شفت الهند صور حديثة مش نفس الصور القديمة لها في تعاطيها مع برنامج الأغذية العالمي، في زيارتها سواء كان في بنجلاديش أو في دول تانية. بصي يا هند، هقولك على حاجة، هند الصور صادقة جدا، يعني الصور حقيقي صادقة. احنا هنعرضها وانت تشرحي لنا السياق. حاضر. خلصت زيارة اليوم الأول لكوكسس بازار كامب، مخيم اللاجئين الروهينجيا. كان في مليون أو قريب من مليون. WFP أو برنامج الأغذية العالمي موجود بشكل مكثف جدا. يعني أنا زرت مخيم الزعتري وزرت يعني أوبريشنز أخرى لل WFP، لكن هذه العملية على سكيل تاني مختلف تماما. أعتقد أنها أكبر عملية لل WFP في العالم حاليا. فأنا سعيدة أني وريتكم أو عرفت أوري للناس جزء من شغل اليومي للموظفين الدوليين اللي شغالين في كوكسس بازار. المؤسف أنه حالة الناس أصعب مما كنت أنا متخيلة. المؤسف أنه حالتهم النفسية، يمكن حالتهم المعيشية تحسنت من 2017 إلى اليوم، أعتقد أنها تحسنت، لكن حالتهم النفسية خاصة النساء صعبة جدا، أو أنا يمكن تعبتني جدا، لأنه حسيت لسه عندهم نوع من أنواع الصدمة. في نفس الوقت أسعدني جدا أنه ثقتي في البشرية زادت بعد هالزيارة. لسه في international community موجودة تساعد بعض، يعطيني أمل. عشان كده أنا بقول للشباب، خاصة الشباب اللي عايشين في محور ضيق، الأصدقاء والمدرسة أو الجامعة أو الأهل، اطلعوا برا السكوب ده وشوفوا أي كوميونيتي تقدروا تساعدوه. كلها كل ما هاجي لك هعيط بقى ولا ايه ده؟ انا ما اعرفش بقى. وانت بتعيطيني على فكره، انت اللي بتعيطيني مش انا اللي بعيط، عشان بس الناس اللي مركزه. احكي عن الزياره دي. الزياره دي كانت شهر 11/2019 لكوكسس بازار. انا اللي طلبت ان انا اروح كوكسس بازار، اللي هي مدينه في بنجلاديش، فيها على الحدود ما بين بنجلاديش وبورما، اللي فيها مخيم الروهينجيا اللي هربانين من بورما على بنجلاديش واللي مضطهدين لأسباب دينية لأنهم مسلمين. طلبت أني أروح، أنا فاكرة ست دي كويس جدا جدا. طلبت أني أروح هناك علشان المخيم ده فيه يعني أكبر، وفاكرة ست دي كويس جدا، هحكي لكم عنها دلوقتي. عشان لما قلت أن في أمل وأن في كوميونيتيز بتساعد بعض، المخيم ده فيه اكبر اوبريشن في العالم ل WFP اللي هم انا سفيرتهم بقالي 10 سنين. هو انا بتبت كده في مكان، يعني WFP 10 سنين جرني 10 سنين، يعني بحب اقعد ابلط كده. ف WFP فكنت عايزه اشوف الاوبريشن ده، لانه كانوا بيحكوا لي عنه يقولوا لي ده ضخم. يعني زعتري طبعا مخيم كبير يعتبر، طبعا جدا جدا، وكانوا بنينه على اساس انه يقعد 6 شهور لسه لحد النهارده. شفت فين كباتن الزعتري ولا شفته؟ شفته هناك. بديع بديع بديع. انا اسفه المقاطعه. لا لا بالعكس، ده يعني ده اصل كله بيصب في بعضه. فبالعكس ده شفتي السينما ازاي ممكن برضو تدخل في ده، والرياضه رهيب. الكوره فيلم رهيب. فدلوقتي بقى فريق منتخب لاجئين، مع ان هم كانوا جايين على انهم مش هيقعدوا اكتر من 3 شهور. لا مش عايزه اعيطك. لا لا بصي انا هتكلم ازاي. طيب هقول لك، الناس دي هربت من بورما على بنجلاديش مشي، وفي بين البلدين سلسله جبال. فهم بعيالهم بالبيبيهات بالناس اللي عندها فوق 90 سنة، بأبهاتهم وأمهاتهم، اللي شايل أمه واللي شايل أبوه على كتافه مش عارفين يمشوا وكده. وفي النص طبعا بيموتوا، يعني في النص بقى في أبهات يقول قايل لمراته كملي أنت، أنا مش هعرف أكمل. في عواجيز، فبيسيبوهم ويكملوا، لأن هم لو قعدوا هيتقتلوا كلهم. طبعا بيوصلوا للمخيم ده
مدمرين نفسيا، مدمرين. والنساء كان في اختصابات بقى، وكان في يعني النساء في المخيم ده تعبوني جدا، لان هم تعبانين اكتر كمان من الرجال. والمخيم ده كان مليون، دلوقتي بقوا 2 مليون تقريبا، الكلام ده من سنتين. انا لما رحت كان مليون، ودلوقتي بقى تقريبا 2 مليون. على قد بقى ما المخيمات بتبقى اماكن صعبه وبتشوفي فيها يعني مآسي انسانيه، بس بجد على قد ما بترجعي منها شحنه طاقه، لان انت بتشوفي بني ادمين سابوا حياتهم اللي هي كومفورتبل جدا وحياه يعني ادميه جدا، وراحوا. الست دي اسبانيه مهندسه مدنيه، اللي عينيها ملونه، مهندسه مدنيه، وكانت بتشتغل في شركه خاصه للهندسه المدنيه، بتاخد الاف اليوروهات، اذا ما كانش عشرات الاف اليوروهات في الشهر. لكن كانت حاسه انها ما عندهاش هدف في الحياه، فخدت اجازه بدون مرتب، وكلمت WFP البرنامج الأغذية العالمي، يعني تواصلت وقالت أنا عايزة أروح أشتغل، هل أنتوا بتبنوا أي حاجة في أي مخيم؟ أنا ممكن أبني، أنا مهندسة مدنية فممكن أساعدكم. أنا واخدة سنتين سباتيكل وعايزة. فقالوا لها طيب، إحنا المكان ده بنجلاديش عموما هي مكان زي ما بيقول ماضي، يعني طيني جدا لأنه على مستوى البحر، فالمخيم ده اصلا بيسقط كل شويه، فلازم طول الوقت يبقى فيه اشغال، وبيعملوا لهم كباري جوه المخيم ده كبير جدا، في كباري وفي طرق وفي في مدارس، وفي الست دي هي اللي بتشرف على ده. فلما تشوفي واحده اسبانيه جايه ولا ليها ولا عليها ولا تعرفهم ولا مسلمه ولا ليها ولا واخدت سنتين، ولو تشوفي سعادتها وقاعده في شقه ايه، اوضه في جوه مخيم ساكنه فيه بقى لها سنتين، ما تشوفش اهلها، لكن سعيدة أنها في بقى زي دي من أستراليا ومن اليابان ومن مصر ومن تونس ومن العراق ومن كل دول العالم، في كوميونيتي متطوعين. فلما بشوف الناس دي كم الطاقة اللي باخدها منهم واللي بيدوها للناس دول، واللي بيدوها وإزاي بيمكنوا الناس، وعلاقتهم بالأطفال اللي موجودة في المكان، وعلاقتهم في أدمية. هي الأدمية بالنسبة لي، وأنا حتى قلتها قبل كده، هي تلخص في حاجة واحدة: انا مش احسن منك في حاجه، ولا انت احسن مني في حاجه، ولا انا احسن من اللي في المخيم ده، ولا هو احسن مني في حاجه. ظروفه ودته لده، ممكن انا ظروفي بكره توديني نفس الحاجه. فانا هنا موجوده النهارده عشان حد يبقى موجود معايا بكره، بس هي دي الانسانيه بالنسبه لي. صحيح هي دي. صحيح. فعشان كده بناتي مثلا، يعني للاسف كورونا جت في النص، كنت عايزه اخدهم تاني بنجلاديش. وعشان ارجع لك في موضوع انه صدق ومش صدق، مدير الاوبريشن هناك امريكاني، ف يعني سمعت ان هو مستاء من زيارتي. يعني بس استني هفهمك، هو بعد كده طلع لطيف جدا، وعنده حق في الاول. فاول ما جيت، لاني سفيره، يعني لاني سفيره، يعني سفيره رسميه، فكان لازم يجي يقابلني في المطار، يعني حاجه في اليو ان كده. فجي ومش طايقني، وعارفه اللي هو اهلا وسهلا، وقاعد مكفهر جدا. فقلت له هو في حاجه؟ يعني هي لا، اصل انتوا بقى بتيجوا تاخدوا اللقطه عشان الانستجرام، وانت جايه ليه؟ انت جايه هنا ليه؟ انت جايه تاخدي اللقطه تتصوري ولا ليكي في الموضوع ده؟ ولا قلت له صدق ان انت عندك حق ان انت تفكر كده، احنا هو بيقول لي احنا ناس بنشتغل وبيطلع عنا، عشان انتوا تيجوا في الاخر تاخدوا اللقطه ومش عارفه ايه وبتاع. المهم مشيت من هناك، والله العظيم بنعيط احنا الاثنين، انا وريتشارد ده. يعني بجد يعني هو اولا قلت له انت عندك حق، اكيد في ناس كتير بتيجي هنا عشان بس ايه، تاخد البوز. صح. لكن في ناس بتيجي علشان تدي طاقه وتاخد طاقه. بليفرز، هو بيجي هو مؤمن باللي بيعمله. انا يعني عايزه اقول لك ان انا السفريه دي رحتها وانا تعبانه جدا، يعني رايحه طالعه من تصوير على تصوير، لكن قلت لهم مش هلغي الزياره دي ومش هلغي السفريه دي، وبتديني طاقه غريبه. يعني اي زياره ميدانيه عموما انا ببقى سعيده. مجرد كلامك في البرنامج للمجال العام اللي بيتفرجوا ده توصيل الرساله، دي توصيل الرساله الخاصه بسبب النازحين، ورساله عامه للانسانيه والارتقاء بينا ومشاعرنا. أنا النهاردة أنا هنا عشانكم، إن الظروف هي اللي خليتك كده، بس أنا ممكن الظروف تخليني كده، فأنا مش أحسن منك،
ولا انت احسن مني؟ جزاكي ايه لما عرفتي ان ده بيحصل؟ هيقولوا بتمثل بقى وكده. لسه في ناس بتموت وبقى ناس طالعه القمر، طلعت القمر وطالعه مارس، ولسه في ناس مش عارفه تاكل. عيب علينا. لا، انت عايش علشان حاجه اسمى اللي هي الانسانيه. اعتقد انها من اكتر الحاجات اللي اثرت فيها في حياتي هي 10 سنين كسفيره نوايا حسنه في برنامج الاغذيه العالمي.